هنعمل ايه؟ هنعمل تعالى ايه؟ يا هنعمل ايه في المصيبه ما دي؟ مفيش حل غير ان احنا نطلب البوليس. لا 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 لا، احنا نبلغ اكرم، هو اللي يبلغ البوليس، او نبلغ علاء بيه يبلغ اكرم يبلغ البوليس. لا، او نبلغ مرات علاء بيه تبلغ علاء بيه يبلغ اكرم يبلغ البوليس، او نبلغ مرات اكرم بيه تبلغ مرات علاء بيه تبلغ علاء بيه يبلغ اكرم بيه يبلغ البوليس. سبعه يبلغ واربعه بوليس، صح ولا حليتها غلط؟ يا اخويا انا رحت اللوكاندا اللي هناك دي ما لقيتهش، ما شفتوش انت في اي حته هنا؟ ما لقيتهش وما شفتوش، ما شفتش. لا ما ايه 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 الغزيه دي تبعك؟ الغزيه لازم ترحل. ايه تبعك الغزيه؟ يا تبع ايه يا دي إيه؟ واحده جت سالت على جوزها وقالت لي ما شفتوش، بصيت في الدفاتر ما لقيتهش. خلاص يبقى ما عندهش الراجل، هنعمل لك ايه؟ يلا ايه ده سواء، انت تقولي جوزك هنا؟ ايوه يا اخويا متاكده انه هنا. متاكده؟ اه متاكده ان جوزها هنا وهو مش في الدفاتر. ثواني لو سمحتي، انت بتحبي عصير البرتقال؟ لا البرتقال ما بستطعمهش. بحب الجوافه. الجوافه؟ يبقى هو. هو مين؟ الواد ده هو. هو الضعف في عينه. ايوه سحرتنا. يلا غزيه يلا. ولا ولا بص بتستدرجني للتفاهه ازاي. يا سلام، امال ها واكرم بيه. كنا هنشوف السنيوره هنا يا كرم بيه صاحبي. لنصر بلدنا بقى. عمي امشي ركز معايا، في راجل نازل هنا اسمه مش في الدفاتر. الراجل اللي مخبوط بتاع الجوافه اللي ممكن تتم. أي. كان طالب اتنين عصير، واحد برتقال واحد جوافه، في نفس الوقت جات واحده بتقول ان جوزي هنا واسمه مش في الدفاتر، وسالتها بتحب البرتقال؟ قالت لي لا الجوافه. نفهم من كده ايه؟ ان ده موسم الجوافه. انا لو جبنا قفص ده ممكن قفص ايه ده لما يبقى سؤال في سر الارض تقول لي موسم الجوافه. ركز يا، هقول لك يا عمي. بص لو سمحتي، انت لو شفتي جوزك تعرفيه يا انسه؟ انسه وجوزي ازاي يا اخويا؟ الكلام ده مش فاهمه يعني. ايه اللي مش فاهمه؟ يهبل يهبل. إيه؟ انت بتقول اي اسئله؟ طب فهمت قصدي؟ طبعا يا اصبر يا ديها. بص بقى الخبره. ايوه بص بقى العراقه. يا عمي ايوه ربنا يستر. سؤال بقى ايه نفهم منه؟ خلاص هل جوزك؟ لا لا مش هينفع، احنا من لحمك ودمك نستحملك. هي هتخمن يعني؟ معلش قول السؤال معروف كامل. يا معلش قوله كامل واخصمه من قصه قدام. معلش معلش طالما انت الكلمه عندك عزيزه. معلش هل جوزك ذكر؟ طبعا يا اخويا ذكر. ايه الكلام اللي انتوا بتقولوه ده والاسئله كتير؟ انتوا بعيتي سؤال مش فاهمه انتوا في ايه بالظبط. احنا اسفين، انت بتسال انثى البجعه ايه اللي هل جوزك ذكر؟ ما اكيد ذكر. ولا منصف ايه؟ فيش غير حل واحد. ايه؟ خدها وروح بيها الاوضه. لا لا انا طلعت الاوضه واتصدمت مش هطلع تاني. خلاص ياد، ما دام انت خدت الشوك فمش هتاخد الشوك تاني. ايه ايه طب ما تطلع انت خد الشوك مره. ياد ما انت خدت الشوك ياد. يعني خلاص يا اخويا ما ناخد الشوك كلنا. ايه ده ايه ده انت فهمت ايه بقى؟ لا لا احنا ما نفكرش عمي. لازم تطلع معايا. لا لا مش هينفع اطلع معاك. ليه؟ لان انت خلاص خدت الشوك، خدها ياد وخش على الاوضه. معلش اطلع معانا وانا هطلع ناخد شوك مع بعض. خلاص نروح مع بعضينا كلنا. لا يا اخويا انت فهمتوني صح ولا ايه؟ لا انا مش بتاعت الحاجات ده هيا. لا فهمتوني صح ولا ايه؟ أيوة. انت لسه هتتكلمي؟ اخلاصي. والواد الرفيع اللي طالع ورايا على السلم ده انا بقلق من رفيعين. ايه يا بس وانا بورس ايه اللي طالع؟ ما تستهدي بالله وطي صوتك، داخلين متسحبين. بقول لك ايه؟ اهدي شويه. ولا ايه؟ خدها وخش الحمام. طب وانت؟ بص انا هاجي بعديكوا اخش عليكوا الحمام. يلا إيش. الله طب ما تدخل معانا يا اخويا. خدها يلا. قدامي قدامي تفكيرك بلس 18. قدامي. الله 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 الله، ده قلبها زريبة الواد وسايب قمصان وفوط. يخرب بيتك، يا ترى انت مين يا اللي جوه؟ يا في ايه؟ هنعمل ايه في الجثتين اللي جوه؟ الحمام ده ما شاء الله عليه بيجيب الرزق كده والله، قدمه حلو. في جزء ايه اللي حصل لها؟ اول ما دخلت شافت الراجل جنب البنيون قالت وقعت. يعني طلع جوزها ولا لا؟ ما لحقتش اعرف، بقول لك اول ما شفته قالت اه وقعت. يا نهار ابيض. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ ما قدامناش غير حاجتين مهمين لازم نعملهم. ايه هما يا؟ اول حاجه نقفل باب الحمام بالمفتاح. جدع. اه بس ماشي. تاني حاجه نفتح الباب بالمفتاح. خد يا اهبل خد خد. بس ما كنتش محضر. هنفضل رايح جاي بقى اقول في حاجه واحده. اهلا بس. اهلا علاء بيه الورد اتفضل. ده صوت عمي وعلاء بيه. استخبى بسرعه. استخبى فين؟ ما فيش سحاره هنا. انا هخبى الستاره دي. ايوه فكره حلوه.
انا ورا الستاره دي وخليك انت هنا. لا ولا ولا انا كنت عايز اسخبها ورا الستاره. يا انت بخيل في الستاره دي فكرتي والله. عمي هنا ولا عمي هنا. والله تعب كتير قوي اللي انت عامله ده. اتفضل يا علاء. نفسك يا اكرم. ميرسي جدا. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده انت بتعمل ايه هنا يا رمضان؟ اكرم بيها صاحب اللوكان ده. مش وقته. ايوه بوضب الاوضه. مش انت قلت لي ده يعني حد مهم ولازم اهتم بذات نفسي؟ بس مش بنفسك يا رمضان. لا ازاي 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 ايه الاوفر ده يا رمضان؟ في ايه؟ مالك بتأفور ليه؟ بس انا انتوا جيتوا ليه؟ سيبولي فرصة. فرصة تعمل ايه يعني يا رمضان؟ هوضب بس حاجات بسيطة كده. لا ما توضبش حاجة. توكل. انا بس عشان ايه ده ايه ده ايه ده؟ كنت هحط الجاز في اللمبة. استنى بس. جاز ايه ولمبة ايه؟ ايه المنظر ده يا رمضان؟ ده عنكبوك. عنكبوي انا؟ ايوه ما هو ده من ايام ابوك. من ايام ابوك الله يرحمه. ده انا محتفظ بيه ده للذكرى. ماشي انا هوريك يا رمضان. طب يا رمضان اتوكل انت على الله عشان علاء بيه والهانم عايزين يرتاح. ايوه بس يعني فعلا يا ريت احنا محتاجين نرتاح جدا. اليوم كان طويل. طب انفض الستاره. طيب يا سيدي سيب الستاره مش وقته. لا اصلا مطينه. بص عامله ازاي. خلاص يا رمضان بقى يا رمضان. ماشي والله كانت فكرتي بتاعت الستاره. ماشي هتدفع طاقه. ماشي اكرم بيحصى. احنا اسفين يا علاء بيه. اسفين يا هلا هانم. Enjoy your stay. سي أكرم. مرسي جدا. Thank you. اهتمام مبالغ فيه. أنا هموت من التعب يا هالة. الأوضة شكلها غريب قوي يا باب. فعلا يا حبيبتي هي متغيرة شوية طبعا عن نوع الأوضة اللي انت متعودة انك تنزلي فيه. بس لا يعني لا. أو تجديد جديد. نو 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 مش قصدي. زي ما يكون كان في حد قاعد فيها. يا هالة انت هتقلقيني من أولها ليه؟ ما هو مفيش غيرنا احنا الاتنين بس اهو. وبعدين okay. سيبك انت بقى من الكلام ده كله. كل سنة وانت طيبة يا روح قلبي. كل سنة وانت طيب يا بوتي بوتي. على بيت لعبوتي بوتي. كل عيد جواز وانت بتحلوي اكتر من الاول يا روح قلبي. Thank you babe. عايزين نعيد كل حاجة كأننا لسه متجوزين بالظبط. الله ينور عليك يا ست. هيو عيدوا كل حاجة بالظبط. حبيبتي يعني اللي هو ازاي يعني؟ زي كأنك انت عريس وانا عروسة. يا هلا حبيبتي. ما انا كنت عريس وانت كنت عروسة زمان. نغير بقى نعمل حاجة جديدة. لا تفاصل ما الكلام واضح. اخوة نو. ما انا محضرة لك مفاجأة. انا هطلع لايف. لا لايف ايه يا هلا؟ مش وقته خالص. انت ناسي اخر مرة طلعت فيها لايف؟ اول ما رجعت المصنع كل العمال عملوا لي صف وقعدوا سقفوا لي كأني واخد الدوري. على فكرة بقى الفيديو اللي انت بتتكلم عنه ده ما جابش غير 100,000 لايك بس. ايوه ما هم ال 100,000 اللي موجودين في المصنع. عايزه ايه تاني؟ والله العظيم لو ما عملتليش اللي انا عايزاه هكلم دادي دلوقتي حالا. لا دادي ايه؟ ما تغيريش الموضوع. مش وقته خالص. دادي كده يا هلا يعني ايه ما كلمتيش بالطريقه دي؟ شوفي اللي انت بتعمليه اصلا. تصرفاتك بقت لا تطاق. انا مش قادر افهم انت بتعمليه. لا لا كده احنا اتحسدنا. ايه في ايه؟ سكوا علي ليه؟ مسمع لحد اكره الباب. ايه اللي حصل؟ معقولة برضو في اتنين يتخانقوا وهما بيحتفلوا بالثانوية بتاعتهم؟ ثانوية؟ anniversary. اقسم بالله الاتنين واحد. بس انا مش عارفة ازاي انتي ما ادركتيش ده بصراحة. يعني عندك حق. ايه اللي حصل يا علاء بيه؟ اسأليها. ايه اللي حصل يا هلا هانم؟ اسألي. ايه اللي حصل يا علاء بيه؟ اسأليها. لا اخلصوا اخلصوا. انا عندي حمودة اصلا. يلا.